صباح الفل عليكم لو كنت بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنت بالليل. النهارده بقى معانا تصوير يعني هيكون خارجي، احنا دلوقتي في اسبريسو لاب، فقلت اجرب كده الفلتر كوفي من عندهم اسبريسو لاب اهو. فلقيت عندهم متوفر V60 وايرو بريس وفرنش بريس، عندهم سايفون بس ما كانش شغال دلوقتي، فقلت اجرب كده اشوف الفلتر كوفي عندهم الفي 60 عامله ازاي. وكان في ناس كمان كانوا يحبوا يعرفوا الطريقه والريسبي بتاعت القهوه الفي 60 بتعمل ازاي. فدي القهوه، وهوريكم بقى دلوقتي الباريستا كان محمد سيد موجود هناك، هنشوف عملها ازاي، حضرها ازاي، الخطوات، الريشيو، الكلام ده كله هنعرف كده مع بعض سوا. يلا بينا بقى نشوف طريقه التحضير. ونسيت اقول لكم القهوه هتكون اثيوبي، تمام؟ يلا بينا. هو كده حطيت كام جرام بن؟ 22. وبدأت بلومنج بقد ايه ميه؟ 82 80% في 100%. هنا 22 جرام على 280 مية، 80% في 100%. القهوة اثيوبيا مظبوط؟ درجة المياه اللي بدأنا بيها حوالي 95، صح؟ تمام. دي آخر صبة كده متهيألي، صح؟